مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير من قناه السعوديه نشرة الاخبار. اهلا بكم، والبدايه بالعناوين. سمو وزير الطاقه ينفي ما ورد في تصريح وزير الطاقه الروسي الذي جاء فيه رفض المملكه تمديد اتفاق اوبك بلس وانسحابها منه. سمو وزير الخارجيه يؤكد بان التصريحات المنسوبه لاحدى وسائل الاعلام للرئيس الروسي عاريه من الصحه جمله وتفصيلا. الداخلية تطبق قرار منع التجول في عدد من الأحياء السكنية بجدة على مدار اليوم. وزارة الصحة تعلن تسجيل 140 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد ليصل الإجمالي إلى 2179 حالة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز ابن سلمان ابن عبد العزيز وزير الطاقة نافيا ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق أوبك بلس وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى التي أثرت سلبا على السوق البترولية. وأكد سموه بأن ما ورد غير صحيح ومنافيا للحقيقة جملة وتفصيلا، مؤكدا سموه سياسة المملكة البترولية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأشار سمو الأمير عبد العزيز ابن سلمان إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة مع دول أوبك بلس للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة لم يلقى وبكل أسف قبولا لدى الجانب الروسي وترتب عليه عدم الاتفاق. كما أشار سموه إلى أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتبارا من الأول من إبريل، مما أدى إلى زيادة الدول من إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات. واستغرب سموه إقحام إنتاج البترول الصخري، وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس، ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة خصوصا مدراء شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سموه بأن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لا سيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك بلس ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرا لرغبة فخامة الرئيس ترامب بحثا عن توازن السوق. من جانبه صرح سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بأنه تم الاطلاع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة أوبك بلس، وأن المملكة تخطط للتخلص من منتج النفط الصخري. وأكد سموه أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل أن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق، إلا أن روسيا لم توافق على ذلك. كما أكد سمو وزير الخارجية أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف، وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق، وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري. وفي ضوء ذلك استغرب سمو وزير الخارجية تزييف الحقائق، متمنيا أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة لدول أوبك بلس ومجموعة الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية
وألا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى. صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالمملكة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي: أولا، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، وذلك بعزل الأحياء التالية: كيلو 14 جنوب، وكيلو 14 شمال، والمحجر وغليل والقريات، وكيلو 13 وبترومين، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر اليوم وحتى إشعار آخر. ثانيا، السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك في داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا. ثالثا، تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحية، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية. ووزارة الداخلية تعلن ذلك لتهيب بالجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر اليومي المشترك للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا عن تسجيل 140 حالة جديدة، حيث بلغ إجمالي الحالات المسجلة 2179 حالة ناتجة عن المخالطة 1730 منها، فيما بلغ إجمالي المتعافين 420 متعافي. في المملكة العربية السعودية تم تسجيل 140 حالة جديدة، من بين هذه الحالات الجديدة حالتين حالات ارتبطت بالسفر والقدوم من خارج المملكة. أيضا بحمد الله كانت هذه الحالات منذ بداية قدومها للمملكة من المنافذ في الحجر الصحي كخطوة استباقية لا زالت تؤتي ثمارها وتثبت جدواها بحمد الله، و138 حالة هي لحالات مخالطة مجتمعية. أنتهز الفرصة مجددا أن نؤكد بأن تقليل المخالطة بين المجتمع والبعد عن التجمعات والبقاء أكبر قدر ممكن داخل المنازل هي أمر جدا مهم لوقاية الجميع، أفراد وعوائل وأسر ومجتمعات. حول المملكة العربية السعودية توزعت هذه الحالات في مجموعة من المدن: في الرياض سجلت 66 حالة، في جدة 21 حالة، في الأحساء 15 حالة، في مكة 9 حالات، في تبوك 5 حالات، في القطيف 5 حالات، في الطائف 4 حالات، في المدينة حالتين، في الخبر حالتين، في الظهران حالتين، في الدمام أيضا حالتين. بينما سجلت في مدن أبها وخميس مشيط والجبيل بريدة وجازان والمجمعة والدرعية حالة لكل من هذه المدن. بذلك يصل إجمالي الحالات إلى 2179 حالة، من بين هذه الحالات 1730 حالة تعتبر حالة نشطة لا زالت تتلقى العناية والرعاية الطبية اللازمة،
معظم هذه الحالات هي حالات بحمد الله مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، وبعضها لا زال يتلقى العناية المركزة باعتبار أن حالاتهم حالات حرجة. استمر الحمد لله تسجيل مزيد من حالات التعافي حتى بلغ إجمال المتعافين بحمد الله 420 حالة حول المملكة العربية السعودية. سجلت 4 وفيات، وفاة لمواطنة في المدينة المنورة، و3 وفيات لمقيمين في المدينة ومكة وجدة رحمة الله عليهم جميعا، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 29 حالة وفاة. من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قال إن الجهات الأمنية تقوم بتطبيق الإجراءات الأمنية لحد من المخالطة وعدم التجول، كما تم الشوارع بل في تجديد الإقامات للوافدين داخل المملكة وخارجها بما يخص المهن التجارية والصناعية. تستمر الجهات الأمنية في تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتي تقوم على مساندة إجراءات الحد من المخالطة الاجتماعية بمنع التجول في الأوقات المحددة في المدن والمحافظات والمراكز والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة 13، ومنع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظات جدة والقطيف. أود التنبيه بأن تنفيذ المبادرات العاجلة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للتعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي فيروس كورونا من خلال الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، تم الشروع في تمديد الآلي لإقامات الوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل مالي للعاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية، وذلك للمنتهية إقاماتهم من تاريخ 23/7/1441 هجري وحتى 9/11/1441 هجري، ولمدة 3 أشهر إضافية دون مقابل مالي، حيث أن التجديد سيتم آليا ولا يتطلب مراجعة مقرات الجوازات. نتمنى للجميع الصحة والسلامة، ولنتذكر أن كلنا مسؤول. من دوره أعلن نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عبد العزيز المالك عن إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لتحفيز الكوادر الوطنية والمساهمة ضمن الجهود الرامية للحد من مخاطر انتشار هذه الجائحة. ودعما لهذه الجهود المباركة وتماشيا أيضا مع الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية الأخرى، نعلن في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وقاية، نعلن عن إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمرض كورونا المستجد COVID-19. طبعا البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم المالي المباشر عن طريق ما يسمى بمنح البحوث التي تقدم للعلماء والعالمات في مراكز البحوث والجامعات السعودية ليتمكنوا من توفير مستلزمات البحث من أجهزة ومواد وموارد بشرية وغيرها. البرنامج سيركز على مجالات محددة، وهي تطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس المسبب للمرض، تطوير الفحوصات المناعية المصلية، دعم البحوث المسحية والدراسات الوبائية الخاصة بالمرض، أيضا دعم الأنظمة الذكاء الصناعي والأنظمة ذاتية التحكم في كأدوات التصدي لهذا المرض، والترصد أيضا الجيني النشط لفيروس كورونا المستجد. أيضا المدينة ستتيح للباحثين والباحثات من جميع المراكز البحوث والجامعات الوطنية ستتيح لهم الاستفادة من مختبراتها وبنيتها التقنية اللي موجودة سواء في مركز الرئيسي في الرياض أو في مختبراتها الطرفية حول المملكة، طبعا الباحثين فقط المهتمين في مجال COVID-19. ومن هذا المنبر فأني أهيب بجميع الباحثين المهتمين في هذا المجال تقديم مقترحاتهم البحثية عبر البوابة الإلكترونية على الموقع الظاهري أمامكم، وسنبدأ استقبال المقترحات منذ اليوم وحتى تاريخ 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441، وسيتم بعدها خلال 10 أيام اللاحقة تقييم المقترحات البحثية وتوفير الدعم للباحثين المجازة مقترحاتهم
خلال 10 أيام إن شاء الله. قام مركز إدارة الأزمات بإمارة منطقة حائل بعمل إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر أجهزة التقنية الحديثة. المزيد في هذا التقرير. إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا في منطقة حائل قام بها مركز إدارة الأزمات في إمارة المنطقة بالتعاون مع معهد بحوث الفضاء والطيران بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة فوكسل أحد الشركات المحتضنة، وذلك بإجراء الكشف عن درجات الحرارة عبر تقنيات المسح الجوي الحراري باستخدام الطائرات المسيرة درونز والتي تعمل بالذكاء الصناعي. تأتي هذه بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للكشف احترازيا ووقائيا لمن تبدو عليه ارتفاع درجة الحرارة في الأماكن الأسواق المفتوحة وأماكن تواجد بعض المواطنين والمقيمين والأماكن يتواجد فيها العمالة. مركز إدارة الأزمات في منطقة حائل في مبادرة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية نقوم بعمليات الكشف الاحترازي باستخدام الدرونز والمسح الحراري على المقيمين والمواطنين في المناطق المفتوحة، ومعرفة في حال إذا وجد أي شخص يحمل درجات حرارة مرتفعة يتم تصنيفه وتحويله الجهات الصحية والكشف عليه وأخذ اللازم. وقد رافقنا الفريق المكلف باستخدام الطائرة لمراقبة درجة حرارة المتجولين في عدة مواقع بمنطقة حائل، حيث يتم تحويل كل من يلاحظ عليه ارتفاع في درجة الحرارة إلى الجهات الصحية مباشرة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. لأخبار السعودية، عبد العزيز غرير، حائل. مشاهدي الكرام، في ختام هذه النشرة نشكر لكم كريم المتابعة، ونذكركم باتباع الإرشادات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة، كما نذكركم أيضا بالبقاء في منازلكم حفاظا على صحتكم وصحة عائلتكم. بأمان الله. حفاظا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم، نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم. بقاءكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، فصحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا وكلنا مسؤول.